النهارده الحصة رقم 23 هنتكلم فيها عن الفلات سلاب. بالنهاية بتاعة الحصة دي أكون أنا خلصت كل الجزء اللي فوق الأرض، عمدان بشير وول بلاترال لود ببلاطة سوليد سلاب بكمرات بفلات سلاب، كل الجزء اللي فوق الأرض هيبقى خلص النهاردة. بداية من المرة الجاية هبدأ أدخل في الفاونديشن، خلي الكلام في الفاونديشن لوقتها. زي ما اتعودنا من حصتين فاتوا إن الحصة ثلاث أجزاء، جزء أولاني بفكرك بالمانوال بتاع الكلية، الجزء التاني بطبق المانوال ده على برنامج زي السيف، الجزء التالت أطلع بنتائج السيف على لوحة كات. إيه اللي أنا عايز أفتكره كمانوال؟ دي فلات سلاب مش سوليد سلاب، دي فلات سلاب. اللي عايز أفتكره زي ما اتكلمنا في السوليد سلاب عن اللسبان المناسب لحد 6 متر، أنا عايز أعرف برضه اللسبان المناسب للفلات قد إيه، وبعدها ما ينفعش وقبلها برضو مش هيبقى حل مثالي. تسليح الفلات سلاب حديد الشبكة، حديد الفرش، حديد الغطاء، أماكن وصل الحديد، حديد الإضافي السفلي، الحديد الإضافي العلوي، كل ده عايز أتكلم عنه كنظري. دي حاجة مهمة جدا ما كانتش بتقابلني في السوليد سلاب وهي البنش، اختراق العمود للبلاطة. البنش ده يعني إيه بنش؟ وازاي بحسب البنش لعمود كورنر وعمود انتيرير وعمود ايدج، عمود وسط وعمود جنب وعمود كورنر. الحلول اللي قدامي لو كان البنش انصف، دي النقط اللي انا عايز اتكلم عنها في الشرح النظري. تعالى نتكلم عنها بعد كده نشوف هنعملها ازاي على برنامج السيف. الاسبان المناسب للفلات، تسليح الفلات سلاب بكل ما فيه، تشيك البنش. يعني ايه بنش؟ البنش العمدان داخلي وكورنر وعمود جنب، واخر حاجه الحلول المتاحه قدامك ايه. اول نقطه عايز اتكلم فيها وهي الاسبان المناسب للفلات سلاب. قلنا في السوليد سلاب ان الاسبان المناسب لحد 6 متر، اللي شورت لحد 6 متر. طب في الفلات انا بقول لك من 6 ل 8 8 9 متر، يعني قول من 6 ل 8 ونص متر. برضو زي ما قلنا في السوليد سلاب اخر 6 متر. ليه؟ لان في السوليد سلاب بعد ال 6 متر هتحتاج انك تزود او تخلي التخانه 16 سنتي وطالع. طالما 16 سنتي يبقى انت هتستخدم شبكتين حديد، فوقفنا السوليد سلاب عند ال 6 متر عشان ما استخدمش فيها شبكتين حديد. الفلات سلاب برضو انا قلت ليه اخر 8 متر ونص 9 متر؟ اخر 8 متر ونص 9 متر لانك بعد التخانه دي او بعد الاسبان ده هتستخدم او تخلي التخانه بتاعت البلاطه 30 سنتي وطالع. طبعا بلاطه تخانتها 30 سم يبقى انت بتهرج، اكتر من 30 سم يبقى الكلام ده مش مظبوط. ده الاسبان. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها وهي التسليح. البلاطه بالمنظر ده كده، لو خدنا شريحه في الاتجاه ده كده، لو خليني كلامي يبقى اوضح، ناخد الشريحه فوق العمدان. المهم انت هيبقى عامل ازاي؟ حاجه بالمنظر ده، مظبوط الكلام؟ ده شكل المهم لو انا خدت شريحه فوق العمدان دي كده. ولو خدت شريحه في الاتجاه الثاني، شكل المهم انت هيبقى حاجه بالمنظر ده. ماشي. دلوقتي انا صممت السكشن ده ولقيتني محتاج 9 فاي 12. السكشن السفلي ده لقيتني محتاج 9 فاي 12. ال 9 فاي 12 دول انت محتاجهم فين؟ مش عندي الماكسيمم مومنت؟ طب انا همشي وراك وهقول لك ان انا هحط ال 9 فاي 12 هنا. صحيح انت هنا حلك سيف وايكونوميك، يعني اقتصادي وفي نفس الوقت امن. طب هنا انت مفتري، مش محتاج حاجه هنا وحاطط 9 فاي 12، مزود حديد بزياده. طب هنا ماشي، هنا لا، وهكذا. الحديد اللي فوق كنت محتاج ان دول يبقوا 9 فاي 16، رحت انا حاطط ال 9 فاي 16 بالمنظر ده كده. انت ظالم، ايه ده؟ حاطط هنا 9 فاي 16 ومفيش مومنت. طب نعمل ايه؟ بنروح فاردين شبكه وليكن 6 فاي 12 سفلي.
الشبكه دي غطت لك شويه المومنت دول، وفي نفس الوقت ما هتضرناش حديد كتير هنا. طب ده لسه ما سيفش، انت حاطط له 6 هو محتاج كام؟ فبنقوم حاطين له حديد اضافي في الحته بتاعت الماكسيمم مومنت. يبقى كلامي دلوقتي الاضافي السفلي هيكون فين؟ في نص الاسبان ولا عند العمدان؟ الاضافي السفلي هيكون في نص الاسبان. يبقى تسليح الفلات سلاب ما بيكونش على الماكسيمم مومنت. تسليح الفلات سلاب انت بتفرض شبكه سفليه وشبكه علويه. الشبكه السفليه بتفرضها اي حاجه، وهنعرف هنفرضها ازاي في السيف، والحتت اللي مش مسيفه بنحط لها حديد اضافي. ثاني حاجه عايز اتكلم فيها بعد ما عرفت ان دي شبكتين دلوقتي، سفليه وشبكه علويه، وحديد اضافي سفلي في نص الاسبان، والحديد الاضافي العلوي بالتبعيه هيكون فوق العمدان. مين هيسبق مين؟ يعني انا دلوقتي عايز احط حديد في ارتجاد وعايز احط حديد في ارتجاد، مين اللي اتحط الاول؟ قلناها في السوليد سلاب، قلنا في السوليد سلاب بنحط في الاتجاه الشورت، كلام هنا عكس، كلام هنا في اللونج دايركشن هو اللي بيتحط الاول، لان المومنت بتاع اللونج دايما وابدا هو اكبر من المومنت بتاع الشورت. يبقى ده اختلاف ما بين السوليد سلاب والفلات سلاب. السوليد سلاب الفرش بتاعها في الاتجاه القصير، الفلات سلاب الفرش بتاعها في الاتجاه الطويل. طيب تعالى نكمل. رحت حاطط اتجاه الفرش ده الاتجاه الطويل، فقمت فارش فيه. خلي بالك السيخ اخره 12 متر، فلو الباكيه مثلا 10 متر 8 متر زي الفل، حط السيخ بتاعك من البدايه للنهايه. مش مكمل الباكيه معايا 16 متر مثلا، هتحتاج ان انت توصل السياخ. فالوصله بتاعتك هتكون فين؟ فوق العمود. ايه السبب في كده؟ لو جيت تجيب السيخ عندك، السيخ اهو اقل مومنت سفلي فين؟ مش عند العمود؟ فخلي الوصله بتاعتك عند العمود. انا عايزك تفرق من حاجه قبل ما اكمل كلامي، هي بره موضوعنا. حاجه اسمها الديفلوبمنت لينس والسبلايس لينس. تاني حاجه اسمها الديفلوبمنت لينس والسبلايس لينس، هي بره موضوعنا خالص، بس اللي بيشتغل شوب درونج هتفيده. انت نظريا السياخ اللي انت عايزها هنا محتاجها منين لفين؟ في الحته دي كده صح؟ بنقوم مادين السيخ بعد النهايه مسافه طول تماسك ال دي. يبقى من اول نهايه المومنت النظريه لحد مسافه اسمها ال دي بنمد السيخ. طيب نظريا الناحيه الثانيه دي ايه؟ ده المومنت، يبقى ده السيخ لحد هنا، فبنمد السيخ مسافه اسمها ال دي. يبقى السيخ ده بيركب السيخ ده مسافه. هل المسافه دي ليها شروط او قيود معينه؟ لا، اللي حاكمني هو ايه؟ الزيرو مومنت بروح واخد منه مسافه ال دي، والزيرو مومنت بروح واخد منه مسافه ال دي. واضحه؟ ماشي. طب ليه بتقول الكلام ده؟ انا مثلا السيخ غصب عن الفضلات اللي موجوده في الموقع، غصب عني لازم اعمل الوصله هنا في حته فيها مومنت. يعني الوصله دي ما كانتش وصله، اللي كانت موجوده هنا مش دي، مش وصله. عايز اعمل وصله في حته فيها مومنت، فبقوم عامل الوصله ما بين السيخ والسيخ مسافه ال 60 الفاي او ال 65 فاي او المتر زي ما بيقول لك عليه. يبقى في فرق ما بين، خلي بالك من حاجه، في فرق ما بين، وبيغلطوا فيها كتير قوي بره، في فرق ما بين الديفلوبمنت لينس والسبلايس لينس. ديفلوبمنت لينس بعد نهايه المومنت انت بتاخد مسافه طول تماسك او طول رباط. السبلايس لينس ده لو كنت انت بتتكلم فين؟ انت موجود لسه في حته فيها مومنت. وضحت الفرق؟ لو هتشتغل شوب درونج خلي بالك من الحته دي، لان كل الناس اللي بتشتغل بيقول لك خدها متر. يعني ايه يعني ايه متر؟ انت بتمد هنا السيخ، بتركب السيخ ده متر على السيخ ده. طب ليه؟ ده في ناحيه وده في ناحيه، ده في وادي وده في وادي. اه انا صدقك لو انت هنا. نرجع لموضوعنا. يبقى الحته اللي عندي دي مش واصله. الحته اللي عندي دي ده طول تماسك، ان المومنت انتهى هنا وقمت اعطيله ال دي، والمومنت انتهى هنا وقمت اعطيله ال دي. كده انا فرشت في الاتجاه ده الشبكه. لو محتاج حديد اضافي في الحته دي يبقى هتحط حديد اضافي هنا صح؟ يبقى الاضافي السفلي هيبقى في نص الاسبان. طيب عايز افرش الاتجاه الثاني، قمت حاطط الحديد عمود عليا في الاتجاه الثاني، يبقى انا كده ايه؟ عملت الشبكه السفليه اللي غطت لي شويه المومنتات دول، وغطت لي شويه المومنتات دول. لو في حد من دول زعلان قوم حاطط له حديد ايه؟ حديد اضافي. فيها مشكله الشبكه السفليه؟
فيها مشكلة؟ عايز ارفع الشبكة التانية، فبقوم عامل كراسي، عامل كراسي عشان احط عليها الشبكة التانية. وبتحط على الكراسي السيخ اللي بالاخضر ده، بنسميه وتر. وبعدين بنحط الحديد بتاع المومنت العلوي ده، وبعدين فوقه الحديد اللي بالاصفر ده اللي هو بتاع المومنت العلوي ده. خلي بالك، التسليح بيبقى عامل زي ساندوتش. يعني ايه؟ يعني اللي هنا بره، هنا بره، اللي هنا جوه فوق برضو بيبقى ايه؟ بيبقى جوه، بره بره، جوه جوه. فاهم قصدي؟ طيب انا دلوقتي حطيت الشبكه العلوي، اي رقم فرضته يبقى الاضافي العلوي، لو محتاج اضافي علوي على المومنت ده يبقى يتحط على الايه؟ على العمود. تدور على العمود فين وتحط عليه الحديد الاضافي الايه؟ الاضافي العلوي. سؤال مهم جدا وبيتسال كتير في الانترفيوهات، يقول لك احسب ارتفاع الكرسي. انت مش معاك البلاطه كلها تخانتها تي اس؟ بتشيل من هنا كفر من تحت، بتشيل من هنا سيخ، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. ايه الخامس؟ الوتر. لا، انت بتشيل اتنين كفر، الكفر السفلي والكفر العلوي، وبتشيل خمس تسياخ، مش اربع تسياخ. الناس بتغلط دايما ويقول لك شيل اربع تسياخ. لا، مش اربع تسياخ، هم خمس تسياخ، لان في وتر. اتجاه الوتر لو تاخد بالك عشان اعرف اشتغل عليه الحديد صح، نفس اتجاه الفرش. اتجاه الوتر هو اتجاه الايه؟ اتجاه الفرش. قبل ما اعدي النقطه دي، النقطه دي مهمه. في حد عنده مشكله في تسليح الفلات سلاب؟ والله ما انت فاهم حاجه. الفلات سلاب انا عندي مومنتين في الاتجاه ده، مومنت في الاتجاه ده، ومومنت في الاتجاه ده. من الظلم انك تقول لي ان انا هجيب الماكسيمم مونت واحط عليه حديد تسليح. طب بتعمل ايه؟ انا بفرض شبكه واللي مش عاجبه بنحط له حديد اضافي. ده هيقول لي ان الحديد الاضافي السفلي هيكون في نص الاسبان، والحديد الاضافي العلوي هيكون فوق العمدان. الوصلات لو عايز اوصل، قلت لك تيك كير، خلي بالك من حاجه اسمها ديفلوبمنت لينس وسبلايس لينس، وميز ما بينهم لو انت هتشتغل تنفيذ او هتشتغل شوب دروك. المهم يعني لو السيخ عايز اوقفه، يفضل انك توقف السيخ السفلي عند الركيزه، يفضل انك توقف السيخ العلوي في نص الاسبان. الاضافي السفلي هيبقى في نص الاسبان، الاضافي العلوي هيبقى فوق العمدان. اتجاه الفرش هيكون في الاتجاه اللي فيه المومنت الكبير اللي هو الاتجاه الطويل. ارتفاع الكرسي عشان تحسبه بتطرح خمس تسياخ واثنين كفر. فيها مشكله؟ تعال نتنقل للنقطه الثانيه او الثالثه، اللي هي اتشيكل بانش. يعني ايه بانش؟ يعني ايه بانش؟ اختراق البلاطات العمود. طب ليه ما عملناهوش في السوليد سلاب؟ عشان في وسيط، في وسيط ما بينهم بينقل الحمل اللي هو الكمر. ماشي، عندي ثلاث حاجات ممكن يحصل لهم بانش، يا اما عمود انتيريور، يا اما عمود ايدج او اكستيريور، يا اما عمود كورنر. بيحصل ازاي؟ بيحصل كده ان العمود بياخد حته من البلاطه ويطلع. طيب انا بقول تشيك، يعني بقارن قيمه اكشوال بقيمه الاوبل. حلو كده؟ طيب القيمه الاكشوال دي، انا بقول البانش ستريس، فبنحسب القيمه الاكشوال بيساوي الفورس اللي هتعمل لي بانش مقسومه على الاريا اللي هتقاوم البانش. مش دي ابسط صوره لمعادله الاجادات؟ الفورس على الاريا. خلينا نتكلم الاول على الفورس. العمود ده لغايه العمود اللي جنبه بيبقى شايل نص المسافه، ولغايه العمود اللي جنبه من الناحيه دي بيبقى شايل نص المسافه، وهو هيبقى شايل مساحه اللي هي الحته دي في الحته دي، ايا كانت هي ايه، مش شغلتك، دي شغله البرنامج. طب الحته دي لما هتضغط عليها بحمل، في حته هتطلع مع العمود، يبقى هتقول لي الحمل اللي بيعمل بانش هو الدبليو سلاب في المساحه دي بس، يعني المساحه كلها مطروح منها الحته اللي بتتكسر مع العمود. طب الحته اللي بتتكسر مع العمود ده قد ايه؟ قال لك بتاخد دي على الاثنين، يعني شوف المسافه دي اسمها دي، خد هنا دي على الاثنين، وخد هنا في الاتجاه الثاني دي
على الاثنين. يبقى انا كده خلصت من الحته بتاعت الفورس، باقي لك الاريا. اللي هيمنع لك الاختراق او اللي يمنع لك البنش ده مين؟ مش الوش ده والوش ده. يبقى الاريا بتاعتك هيساوي الطول ده زائد الطول ده مضروب في الايه؟ مضروب في الدبس. ده بالنسبه لعمود الكورنر. تعال نغير الكلام ونتكلم على عمود اكستيريور او عمود جنب. دي المساحه اللي هو شايلها. يبقى الحمل اللي هيعمل لي بانش هو الحمل اللي على المساحه دي، اللي هي المساحه كلها ناقص المساحه اللي اتكسرت مع العمود. خد برده من كل وش دي على الاثنين. طب الاريا اللي هتقاوم البانش ده وده وده. يبقى بيقاوم لي البانش دلوقتي المحيط ده مضروب في الايه؟ في الدبس. يبقى كده عرفت الفورس وعرفت الاريا. نشوف كلامنا مع الانتيريور كولم هيمشي ازاي. الانتيريور كولم هيبقى الفورس اللي هي الدبليو سلاب في المساحه دي كلها ناقص المساحه اللي طلعت مع العمود. خلي بالك العمود بياخد من الاربع جوانب المره دي. يبقى الاريا اللي هتقاوم لي البانش هي المساحه بتاعت الوجه ده وده وده وده. ماشي. هل كده بس ده القانون بتاع البانش؟ لا. بنضرب هنا كمان في معامل اسمه بيتا. يبقى الفورس عرفناها هي ايه والاريا عرفناها هي ايه. نضرب هنا في معامل اسمه بيتا. ايه البيتا؟ البيتا لو انت بتتكلم على عمود انتيريور ب 1.15 من ميل. لو انت بتتكلم على عمود اكستيريور او ايدج ب 1.3 من 10. لو انت بتتكلم على عمود كورنر ب 1.5. هل الكلام ده منطقي؟ يعني العمود الانتيريور المعامل بتاعه اقل من العمود الكورنر، مع ان ده اللي شايل التهمه الكبيره، المفروض اقل من ده بزياده. ليه؟ نفهم الاول يعني ايه بيتا؟ البيتا ده معامل بناخده تاثير المومنت اللي على العمود، يعني انا كل كلامي دلوقتي على حمل نورمال، في مومنت شويه مومنت على العمود. طب صلى على النبي، ايه السبب ان العمود الكورنر المعامل بتاعه اكتر من العمود الانتيريور؟ بص كده على العمود الانتيريور. لو في عليه مومنت من الناحيه دي مش في زيه الناحيه دي؟ يبقى بصفر. طب هنا في مومنت الناحيه دي مش في زيه الناحيه دي؟ يبقى بصفر. يبقى تاثير المومنت على العمود الانتيريور ضعيف جدا. طب بص كده على عمود اكستيريور او ايدج. في مومنت كده، في كده. طب في كده. في حاجات لا شيء؟ لا، يبقى في عليه مومنت من ناحيه واحده، فبنكبره شويه بدل 1.15 نخليه 1.3. طب عمود الكورنر ده متهان، عليه مومنت من هنا وعليه مومنت من هنا، مفيش حاجه بتشيلهم. يبقى عشان كده بناخد المعامل بتاعه بواحد ونص. يبقى سؤال، ليه العمود الكورنر المعامل بتاعه في البنش اكتر من العمود الانتيريور، مع ان العمود الانتيريور هو شايل حمل اكتر؟ لان ده ملوش علاقه بالحمل، ده له علاقه بالمومنت، والمومنت على عمود الكورنر اكبر من العمود الانتيريور. ده اسمه تشيك. انا كده جبت الاكشوال. طالما تشيك يبقى لازم ما يزيدش عن الالاول، صح؟ الالاول بايه؟ 316 من 1000، هم ثلاث قوانين، ده غالبا اللي بيطلع القيمه. 316 من 1000 جذر الاف سي يو على الجاما سي. الجاما سي دي بواحد ونص. السيف بيعمل لي ايه؟ انت طبعا مش هتعمل حاجه من اللي انا قلته ده خالص، انت بس تفهم السيف بيعمل ايه. السيف بيعمل ايه؟ بيقوم جايب الرقم ده ويقسمه على الرقم ده. يبقى لما اقول لك اعمل تشيك البنش بالسيف ولقيت الرقم اقل من الواحد، يبقى انا سيف، لان الاكشوال اقل من الايه؟ من الالاو. لو لقيت الرقم اكتر من الواحد، يبقى هو اسهم الاكشوال على الالاو، طلع الرقم اكتر من الايه؟ اكتر من الواحد، يبقى انا ان سيف. طب ايه الحلول قدامي لو طلع البنش ان سيف؟ الحلول اللي قدامي عندي كذا حل. انت مش عايز تقلل ده؟ صح؟ يعني عايز تزود مين؟ المقاوم اللي هو الاريا. فبنعمل ايه؟ اول حل قدامي بنستخدم دروب بانل. استفدت انا ايه اما زودت الدروب بانل؟ بدل التخانه بتاعت البلاطه ما كانت 200 فوق العمود، انا خليتها 300. مش المقاوم كان المحيط في الدبس؟ يبقى انت كبرت المقام، يبقى قللت الاكشوال. ده حل. الحل الثاني نستخدم كولم هيد. طب استفدت ايه برضو؟ كبرت المحيط. الحل الاولاني ده انا كبرت التخانه. الحل الثاني ده اللي هو الكولم هيد، كبرت الايه؟ المحيط. بعمل كوكتيل ما بين الاثنين، دروب بانل مع كولم هيد. طب انا دلوقتي عمال بقول لك استخدم ده او ده او ده، لحد فين؟
والله لو اللايف لوك بتاعك اقل من 3 ده هيمشي معاك وزي الفل من غير اي حاجه، ده هيمشي معاك وزي الفل، زود التخانه وخلاص. لايف لود من 3 ل 6 استخدم ده، لايف لود من 3 ل 6 استخدم ده. طب 3 ل 6 ده ما هيبقى ساقط معايا في الباكه، مش هيبقى ظريف. لا ما هو 3 ل 6 انت بتتكلم في مخازن فما يهمكش الشكل. طيب اللايف لود من 6 ل 10 كيلو نيوتن على المتر المربع اقصد، استخدم ده. اللايف لود اكتر من 10 هتستخدم ده. دي كانت الحلول لحد 2017. الكود الجديد ضاف لك فيه حل جديد، او هو مش جديد، هم سرقوه من الكود الامريكي. قال لك يا عم انت مش عندك حديد سفلي وعندك حديد علوي معدي فوق العمود، انت بتعتمد اعتماد كلي ان على بعد دي على الاثنين اللي بيقاوم لك البنش. هل انا جبت سيره الحديد دلوقتي عمال اقول خرسانه، محيط في تخانه، محيط في تخانه، خرسانه. قال لك يا عم ما تضيف شويه حديد يساعدوا الخرسانه في الحته دي. الحديد ده عباره عن ايه؟ عن كانات. كانه بتربط الحديد السفلي بتاع المومنت بالحديد العلوي بتاع المومنت. يبقى اما تيجي تعمل تشيك البنش انت عملت ايه؟ انا الحلول دي كلها انا كنت بعتمد ان انا ازود الحته دي. لما زودت الحته دي قللت مين؟ قللت كيو. لا انا الحل الاخير بتاع كود 2017 انا زودت الرقم ده، يعني زودت الالاول، يعني وسعت المجال بتاعي شويه. ال 316 من 1000 جذر الاف سي يو على جاما سي هتزود عليها 12 من 100 جذر الاف ييلد على الجاما اس. ايه هو ال 12 من 100 جذر الاف ييلد على جاما اس؟ اللي هو بتاع الكنات اللي انت ضفتها. ده الحل اللي موجود في الكود الجديد، وفي البي دي اف اللي انا عطوه لك حلل لك مثال بالارقام عليه. طيب هو ليه شرط تاني؟ انك ما تستخدمش الكلام ده الا لو كان التخانه اكتر من 25 سم. يبقى اللي انا عايز اوصل له من الهري اللي انا بهريه ده هو الاتي: الاسبان بتاع الفلات سلاب، تفتيح الفلات سلاب كل تفاصيله، التشيكل بانش يعني ايه بانش؟ البنش بتاع العنبان كلها، ايه الحلول اللي موجوده قدامي؟ سواء ان انا اقلل الناحيه اللي على الشمال او ازود الناحيه اللي على اليمين، اقلل الاكشوال او ازود الالوان. ماشي فهمنا بقى، عايزين نطبق. فلات سلاب مش سوليد سلاب. طبق الكلام ده على السيف ازاي؟ اللي هو الجزء الثاني شغل البرامج. شغل البرامج مش هياخد مننا حاجه. اعمل اوتوميشن، انا هروح اجيب الدور بتاعي من الايتابس واديه للسيف، اعمل اوتوميشن يعني تقسيم للبلاطه. ران بس. بعد ما اعمل ران اعمل تيك البنش. تيك البنش هيديني شويه ارقام، شويه الارقام دي انا عارف هي ايه. وبعد كده اعمل ديزاين فور مومنت. انا كده خلصت الجزء بتاع الايه؟ بتاع السيف. هنعمله ده الايتابس. انا مش عايز بالايتابس حاجه، ده بس الماستر بتاعي. فايل اكسبورت ستوري از سيف اف 2 كي فايل. عايز تصدر الدور اللي فيه الفلات اللي هو الدور 3، عايز تجيب الديد واللايف. لا ما انا مصمم اصلا الدور الستوري 2 اللي هو الجراوند فلور كان سوليد، ومن 3 وطالع ده كان ايه؟ 3. وعايز الحمل التمت، اقول له اوكي. يبقى انا جبت الديد واللايف وجبت الحمل التمت وستوري 3، مش عايز اكتر من كده. ماشي خلاص كده، انا مش عايز اكتر من كده من الايتابس. نروح ل كله فايل امبورت سيف اف 2 كي فايل 28 صح. استورد الملف بس بتاع الايتابس ارسم لكن ان عليه الاحمال. كليك يمين وبص على اللوز. قال لك والله انت ضايف في الديد 2 وضايف 2. ايه الاثنين دول؟ الاثنين دي تضايف الكفرنج ماتيريال وضايف الحمل بتاع الحيطان.
سؤال، ليه الحمل بتاع الحيطان ما ضفناهوش على البلاطه واحنا شغالين في السوليد سلاب؟ لان الحمل بتاع الحيطه متشال على الكاميرا. ماشي، وعندي كمان في الباترن اللي اسمها اللايت حمل بكام؟ ب3، مش عايز اكتر من كده. اروح بس اتاكد انه بيحسب الاون ويت. اه ده بيحسب الاون ويت خلاص. طب لو كان ده بصفر، يا اما تخليه واحد، يا اما تختار البلاطه وتحط عليها الجاما كونكريت في التي اس. عندك الحمل جزئين، حمل ديد لود اللي هو الجاما كونكريت في التي اس زائد الكفرنج زائد الوول، والجزء الثاني اللي هو اللايف لود. لما ضغطت كليك يمين وجيت بصيت على الاحمال، لقيت الكفرنج ولقيت الوول ولقيت اللايف لود، يبقى باقي لي الايه؟ الاون ويت بس. يا اما تضيفه بايدك مانوال وتصفر اللي هناك، يا اما تسيب البرنامج يحسبه. انا هسيب البرنامج يحسبه، اعمل ران اوتوماتيك سلاب مش اوبشنز، خلي دي بنص، النص ده بقى زود دقه الحل مش اكتر. اقول له اوكي ران، بس مش عايز اعمل اكتر من كده. عايز ايه؟ عايز اتاكد ان التخانه موفيه معايا، وعايز اتاكد او اصمم مومنت ديسبلاي شو بانشنج شير ديزاين. ايه ده؟ ايه اللي هو عرضه لي ده؟ ايه الارقام اللي هو جايبها لي دي؟ 3 من 10، 38 من 100، 48 من 100، بوينت 5، 3، بوينت 4، 8. ايه ده؟ ده بيحسب الاكشوال على اللو. هو حسب لك الرقم ده وقام اسمع الرقم ده في مصلحتي ان الرقم ده يكون اقل من واحد. طب بص على السيف كده، في حرف، في رقم اكتر من واحد؟ كلهم اقل من، ادخل واحد فيهم 78 من 100 مثلا، 82، كلهم اقل من واحد، يبقى التخانه بتاعتك دي مناسبه 92. التخانه مناسبه ولا لا؟ مناسبه جدا. التخانه 92%، لا انت مزود تخانه زياده عن اللزوم. يعني لو الارقام دي كلها 1 من 10، 2 من 10، يبقى انت مأفور في التخانه. فاهمني؟ لو التخانه، لو الارقام دي بعيده قوي عن الواحد مش حلو برضو. اه هو مسيف، بس مسيف من بدري. يبقى كده البونش مسيف معايا. لو في عندك كاميرات احيانا الفلات سلاب اه بيبقى بلاطه من غير عمدان، بس بيستخدم حاجه اسمها مارجنال بيم او كاميرات على المحيط الخارجي بس. هتلاقي العمدان الخارجيه دي اللي هي الكورنر والاكستيرير او الايدج كاتب لك عليها ان على سي. يعني ايه ان على سي؟ نو تشيك، مش هشيك على حاجه يعني. يبقى لما تلاقي عندك كاميرات وكاتب لك ان على سي ما تقلقش، هو بيقول لك ان مفيش تشيك لان مفيش خوف من البنش بالنسبه للعمدان دي، انا بشيك لك بس على الحاجات اللي فيها كونتاكت مباشر ما بين العمود والبلاطه. كده انا اطمنت على التخانه بتاعت البلاطه، وكنت في الحصه ال 17 اطمنت على التخانه كديفليكشن. عايز اصمم، عايز اصمم. طيب هنفرض التصميم ازاي؟ ده شكل المومنت، حاجه بالمنظر ده كده. السيف فاهم ان المومنت اللي تحت ده موجب، والمومنت اللي فوق ده ايه؟ سالب. فلو جيت هنا قلت له ديسبلاي شو سلاب فورسز ستريس، انا عايز السلاب فورسز اللي يهمني ام 1 1 وام 2 2 نتيجه اللود كومبينيشن اللي اسمها الالتمت. ماشي، ام 1 1 يعني ايه وام 2 2 يعني ايه؟ ام 1 1 المومنت في الاتجاه الافقي او الشريحه الافقيه، ام 2 2 المومنت في الشريحه الايه؟ الراسيه. خلي بالك من الجمله دي وعايزك تجاوبني. ام 1 1 موجب، يعني الحديد في انهي اتجاه؟ ام 1 1 موجب يعني في الاتجاه ده، موجب يعني سفلي. ام 1 1 سالب يعني في الاتجاه ده وعلو. ام 2 2 سالب يبقى الحديد في الاتجاه ده وعلو. ام 2 2 موجب يعني في الاتجاه ده وايه؟ وسفلي. تعالى خليني اجيب الام 1 1 الاول
نتيجة الحالة اللي اسمها ألتيميت، ومصفر الرينج ده، وهقول لك الرينج ده لإيه دلوقتي. لو جبت اللوكال اكس هتلاقي ده واحد وده اتنين. قول له ابلاي، هتلاقي جاب لك حاجة بالمنظر ده كده. مش أنا عارف إن المومنت هيبقى طالع ونازل فوق العمدان كده؟ تعالى هنا كده سالب، لأنه فوق عمود، هنا موجب، في نص سبان، فوق عمود في نص سبان، فوق عمود في نص سبان، فوق عمود في نص سبان. يبقى دي الشريحة شكلها حاجة بالمنظر ده كده اللي أنا رسمه ده. طب أنا دلوقتي عايز أفرض الشبكة السفلية، أفرض الشبكة السفلية اللي في الاتجاه ده، أو الحديد السفلي اللي في الاتجاه ده. بنفرض الشبكات إزاي؟ بنبدأ بستة فاي عشرة، سبعة فاي عشرة، تمانية فاي عشرة، أكتر من تمانية تقوم قلب على القطر اللي بعده، خمسة فاي اتناشر، ستة فاي اتناشر، سبعة فاي اتناشر، تمانية فاي اتناشر، بعد كده أقوم قلب على الستاشر. وأنا ببدأ إزاي؟ ستة سبعة تمانية عشرة، وبعد كده أقلب على الاتناشر، وبعد كده أقلب على الستاشر. إيه اللي بيخليني أقلب من شبكة لشبكة؟ هنعرف دلوقتي. طب تعالى هنا. ايه ماشي، القانون بتاع الاريا اس بيقول ايه؟ المومنت في 10 اس 6 على الجي في التي في الاف يل. الراجل ده قال لك ايه؟ قال لك انا هعطيك قيم مومنتات وانت هتفرض شبكه. الشبكه دي عباره عن ايه؟ عن حديد. يبقى دورك دلوقتي انك تقوم فاتح الاكسل وتحول الاريا اس لايه؟ لمومنت، عشان اعرف احط له رقم في الرينج، والرقم ده بيمثل شبكه بالنسبه لي انا عارفها. طب افتح الاكسل كده واقول لك هنعمل الكلام ده ازاي. انا عايز ايه؟ عايز اعوض في القانون ده، عايز اعوض في القانون ده زي ما عملنا في سوليد سلاب. هنا عدد الاسياخ، هنا القطر، هنا المساحة، هنا الدبس. انت لو معاك دول كلهم تعرف تجيب المومنت اللي بيشيلهم الحديد ده. عدد الاسياخ هنبدأ بستة، سبعة، ثمانية، اقلب، ستة، سبعة، ثمانية، هنقلب على قطر تاني وهكذا. القطر اللي هنبدا بيه 6 فاي 10، المساحه هيساوي الان باي فاي تربيع على 4، هيساوي الان في باي في فاي تربيع على 4، ان باي فاي تربيع على 4، انتر. يبقى 6 فاي 10 مساحتهم كام؟ 471، 7 فاي 10 وهكذا. التخانه بتاعت البلاطه انا فارضها ب 200 ومسيبها معايا ريفليكشن ومسيبها معايا بانش، يبقى الدبس 180. ليه؟ شلت 20 كوكب. معاك الاريا ومعاك الدبس، يعني معاك دول اريا ودبس، والجي والدي انا عارفهم، مش هعرف اجيب المومنت. عوض بقى، صفي لي المعادله دي كده. المومنت هيساوي اريا في الجي في الدي في الاف يلد على 10 اس 6. يبقى ال 6 فاي 10 اخرهم مومنت 24 و4، ودول اخرهم مومنت 28 وشويه وهكذا. خد دول كده كلهم كوبي، وخلي ال 10 دي 12. خد دول كوبي تاني، وخلي ال 12 16. يبقى انا عارف ال 6 فاي 10 اخرها 24 و4. هو هنا جايب لي كل المومنتات، صلى على النبي. انا عايز اجيب الحديد السفلي اللي في الاتجاه ده، وعايز افرض ان انا هستخدمه 6 فاي 10. انت عندك هنا اعطيك حاجه اسمها كونتور رينج،
يعني مش عاطي رينج، يعني السالب بيظهر والموجب بيظهر. ايه رايك لو انا في الكونتور رينج ده قمت جاي قايل له اظهر لي اي مومنت اكتر من ال 24، يعني من 24 لحد رقم كبير 150 200 مثلا، ايه اللي انت عملته ده؟ انت حصرت الرؤيه بتاعتك في الحته اللي محتاجه اضافي بس ولا لا؟ صح؟ يبقى انا دلوقتي في الكونتور رينج هقول له بدل ما انت بتجيب لي المينيمم بصفر والماكسيمم بصفر سايب لي الدنيا سايحه، لا انت خلي لي دي بايه؟ منين ل 24 اهي لحد ايه 150، ايه ال 100 دي؟ من عندي رقم كبير وخلاص. كله ابلون جاب لك المنظر ده. خلي بالك في هنا الوان من 24 ل 150 عطاها احمر واخضر واصفر وازرق وهكذا، اي حاجه تحت ال 24 عطاها اللون الموف ده. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا جيت ابص على المومنت بتاعك ده لقيته حاجه بالمنظر ده كده، كل المومنت تحت الايه؟ ال 24. يبقى القرار اللي انا هاخده دلوقتي ان ال 6 فاي 10 بالنسبه للاتجاه ده مسيفه ومش محتاجه حديد اضافي في الاتجاه ده. حلو الكلام؟ طيب انا عايز اخد نفس الكلام في الاتجاه الثاني وبتكلم برضو كسفلي وفي نفس الرينج اللي هو من 24 ل 150. ايه 24 ام 2 2 اللي هي المومنت في الاتجاه ده، فظهر عندك بقعتين كده. طب ليه انا فرض الشبكات دي كلها طالما انا شغال على ال 6 فاي 10؟ بص انا هضرب اي رقم هنا مالكش دعوه بيه. لو تلاقيت البقع هنا كتير على 6 فاي 10 يعني منظر زي ده، السقف كله عايز اضافه، يبقى انت بتهرج. الشبكه الاصليه مش مغطيه مومنتات كتير. فبتقوم قالب على ايه؟ على شبكه اكتر. حظي هنا ان انا شغال على 24 او ال 6 فاي 10 ومسيفه معايا، او الشبكات اللي انا عايزها قليله او الاضافه اللي انا عايزه قليل. فهمت الغرض من ده ايه؟ لو تلاقيت البقع اللي عندك كتير يبقى الشبكه اللي عندك ما تنفعش، تقوم قالب على شبكه اكبر. ماشي. اصبح عندي ان انا محتاج حديد اضافي سفلي. عرفت منين ان انت سفلي؟ عرفت من هنا ان انا حاطط ده موجب. عرفت منين ان اتجاه السيخ كده ان انا جايب ام 2 2؟ يبقى انا عايز سيخ سفلي في الحته دي. هتكتب على السيخ ده ثلاث معلومات. ايه هما الثلاث معلومات؟ كميته قد ايه؟ طوله بكام؟ طول توزيعه بكام؟ يعني ايه؟ يعني انت هتجيب هنا حته، يعني الحته اللي انت هتحطها دي متر ولا مترين ولا 3 ولا 10 ولا 15 ايا كان الطول بتاعها ايه؟ هجيبه منين؟ من الحته دي كده، ده الطول بتاع السيخ. هيتوزع في حته قد ايه؟ هيتوزع في الحته دي. كميته بقد ايه؟ احنا بنستخدم يا شبكه يا نص شبكه. يعني ايه شبكه ويعني ايه نص شبكه؟ انت حطيت الشبكه الاصليه ال 6 فاي 10 حاجه بالمنظر ده. لو قلت لك حط نص شبكه اضافي هتقوم حاطط هنا في الفراغ سيخ، سيب ده حط هنا سيخ، سيب ده حط هنا سيخ. يبقى العدد بتاع السياخ الكل اللي محطوط هنا قد ايه؟ شبكه ونص. ايه الشبكه الاصليه والنص الحديد الاضافي. افرض النص ده مش مسيف يبقى هنحط شبكه كامله اضافي. يبقى المجموع بتاع السياخ اللي موجوده في الحته دي كام سيخ؟ شبكتين. يبقى انا هفرض دلوقتي انا خلاص عرفت ان في حتتين عايزين حديد. عرفت الطول بتاع السيخ بكام وبيتوزع على طول قد ايه؟ الطول ده والطول ده. باقي لي معلومه ثالثه، كميته قد ايه؟ اضرب ده في 1.5. حد فاهم ده ايه؟ الشبكه الاصليه ونص شبكه اضافي. اختفت؟ اه. يبقى انت ترجع كده لل 24. خدت انا القرار دلوقتي ان الحديد ده برضه هيبقى 6 فاي 10 ومحطوط هنا بس نص شبكه. يعني ايه نص شبكه؟ يعني 3 فاي 10 على المتر وطول التوزيع بتاعه ما هو طول السيخه. حلو الكلام؟ نقلب على المومنت السالب.
طب المومنت السالب مش هيبقى من سالب 24 ل 150؟ الاكبر سالب 24 ولا سالب 150؟ سالب 24. فلما تيجي تحط السالب هتحط هنا السالب 24 وهنا السالب 150. لو عملت غير كده هيشتمك، بيقول لك ما ينفعش المينيموم يبقى اكتر من الماكسيموم. ايا كان، انا كده بتكلم على ام 11 السالب، يعني الحديد اللي في الاتجاه ده فوق. انا خدت القرارات وخلاص عرفت السفلي هعمل فيه ايه. انا بتكلم دلوقتي على الحديد اللي في الاتجاه ده فوق، في بقع منوره. طب تعالى كده جرب تستخدم لها شبكه او نص شبكه الاول. لسه خليهم شبكتين. سيفت ولا لا؟ سيفت. طب ايه اللي فوق العمود ده؟ ما تاخدوش معاك في الاعتبار، هقول لك ليه. اللي فوق العمود ده ما تاخدوش معاك في الاعتبار، هقول لك ليه، بس نفس الريكورد. اوكي؟ هقول لك ليه ما تاخدوش معاك في الاعتبار. طيب يبقى كده ام 11 انا عرفت ان انا هستخدم شبكه 6 فاي 10، يعني حديد في الاتجاه ده علوي 6 فاي 10 وفوق العمدان تقريبا كلها هستخدم حديد اضافي برضو 6 فاي 10. طيب تعالى على ام 22 وخليك على سالب 24. ده المومنت في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده كده. الشبكه الاصليه مش مسيفه الا على بعض العمدان، يعني العمدان دي كلها مسيفه، ماشي، دي مسيفه، ده مسيف تقريبا، العمود ده والمجموعه دي مش مسيفه. فبروح مكبر ده لسالب 24 في 1.5. بجرب ان انا استخدم ام 22 يعني في الاتجاه ده كده شبكه ونص. ما زال اجرب شبكتين تقريبا سيف. والقرار اللي هاخدها اللي هعمله دلوقتي اللي انا عايز اوضحه على لوحه الاوتوكاد ان انا عندي شبكه سفليه وشبكه علويه الاثنين 6 فاي 10. الحديد الاضافي السفلي اللي في الاتجاه ده مفيش. الحديد الاضافي السفلي اللي في الاتجاه ده في عندي حته هنا وحته هنا ونص شبكه بس. الحديد العلوي ام 11 محتاج تقريبا شبكه كامله فوق العمدان، وام 22 شبكه كامله فوق العمدان. مطلوب مني ان اعمل الجزء الثاني او اوضح الكلام اللي انا قلته الحلو ده على لوحه اوتوكاد، اللي ياخدها كده يقراها يفهم اللي انا عملته. ده الموديل بتاعنا اللي بنطلع منه اللوح. السيلينج بلان، بلان فيوز، ريفلكتد سيلينج بلان. انا عايز الستوري 3، مش هقف هنا كتير. كنا عملنا الفيو رينج، سالب متر وشوف مترين، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. سبورت كات فورمات دي دبليو جي، حدد المكان، ده الملف اللي هيبقى موجود معاك اللي طالع من برنامج الريفت. سكيل ابعاد هناك بالملي، خليها بس هنا سكيل 1 من 1000. عايز اقول له ان انت عندك شبكتين 6 فاي 10 سيركل ودي تي واكتب له 6% في المية سي فاي 10 على المتر الطولي. طب هو فاهم كده ايه؟ لسه. اكتب له بس توب اند بوتوم مش. يعني انا هستخدم لك دلوقتي افرش لي على السقف ده كله شبكه 6 فاي 10 حديد
سفلي وحديد علوي، شبكه في الاتجاهين. طيب نرجع للشبكه السفليه، كنت عايز حاجه في الاتجاه ده؟ كنت عايز حاجه في الاتجاه ده؟ اه اللي مسطر. خلي بالك كنا قلنا معلومه المره اللي فاتت ان اتجاه النظر او الاستاندرد بتاعنا في القرايه من تحت ومن ناحيه اليمين يبان معاك الحديد السفلي. وبعدين الحديد العلوي، يعني لما اجي اقرا كده عايز احط اضافي سفلي، خلي بالك الضفر بتاعي لازم يبقى كده، عايز اضافي علوي الضفر بتاعه يبقى باصص لتحت. انا عايز احط ام 2.2 السفلي، يبقى عايز احط سيخ هنا كده والضفر بتاعه الناحيه دي باصص للشمال كده سفلي في نص اللي، طالما بتكلم في نص الاسبان يبقى الحديد سفلي. حط هنا سيخ. الاطوال عرفنا بنجيبها من برنامج السيف. طب افرض مثلا الطول طلع معايا 2.6 من عشرة، هل ينفع استخدمه؟ يعني ليه؟ وليه؟ يعني انا قلت الطول اللي طالع معايا من برنامج السيف 2.6 من عشرة، هل ينفع استخدمه؟ تمام، انا الطول بتاع السيخ اللي موجود عندي في الموقع 12 متر. 2.6 من عشرة هتستخدم كذا حته، وفي حته فاضله كده هتفضل لك زي الخازوق في الاخر ملهاش لازمه. يبقى انت تخلي الاطوال بتاعت السياخ اللي انت هتعملها من مضاعفات ل 12 متر. يعني متر 20 ينفع، مترين ينفع، 2.4 من عشرة، 3 متر، 4 متر، بحيث لما تقسم ل 12 متر على ده يجيب لك عدد صحيح، ما يفضلش عندك حاجه فضلات. فالسيخ ده هنجيب الطول بتاعه من السيف ونقربه لاقرب رقم ينفع من اللي انا قلتهم دول، وليكن 3. ليه كده؟ عشان ده ام 2.2 اللي ما كانش مسيف. ليه كده؟ عشان كنت حاطط في الرينج موجب. طيب طول التوزيع بتاعه على حسب بقى الطول اللي معاك 6 متر مثلا. انت كده يبقى انا عندي على ال 6 متر دول احط الحديد ده سفلي. طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، انت هتحط شبكه ولا نص شبكه؟ وطول السيخ نفسه كام؟ انا قلت لك في ثلاث معلومات بتكتب على الاضافي، طول التوزيع بتاعه اهو، كميته قد ايه؟ وطوله بكام؟ خد ده كده كابل. بص لما اقول هنا ديسبلاي شو سلاب فورس ستريسز ام 2.2 من 24 لحد 150 ظهر لي البقعتين دول، عايز اجيب اطوالهم، عايز اجيب اطوالهم الحته دي كده كانت معايا 2.7 من 10، قمت عاملها 3 متر تمام اللي هو طول السيخ نفسه. طب الحته الثانيه الاتجاه الثاني كانت 6 ايه؟ 6 متر، يبقى انا فهمت ان السيخ ده هيتوزع على طول 6 متر وطوله بكام؟ 3 متر. عايز اعرف كميته قد ايه؟ اللي هي المعلومه الثالثه، قمت ضارب ده في 1.5، يعني انا حطيت نص شبكه. واقول له ايه؟ اه يعني الشبكه اللي عندي الحته دي اختفت ولا لا؟ اختفت. الشبكه الاصليه والنص الاضافي. بص هنا كده بقى، انا كتبت هنا، ايه رايك في الكلام؟ وهكتب هنا كمان معلومه ال بيساوي 3 متر. فهمت انا ايه كده؟ فهمت ان انا هاجي اقوم حاطط شبكه 6 في 10 في الاتجاهين سفلي وعلوي، بس هاجي في الحته ده اقوم واخد 6 متر واحط فيهم ما بين كل سيخ وسيخ ازيد مسافه، مسافه وبعدين سيخ، مسافه وبعدين سيخ، او احط نص شبكه. طول القطعيه اللي انا هقطعها في الحته دي 3 متر بتوزع على طول كام؟ 6 متر. وضحت كده؟ مش دول 3 في 10؟ انت اوريدي معاك ايه؟ معاك السياخ الشبكه الاصليه. مسافه سيب مسافه، مسافه سيب مسافه. فاهم قصدي؟ معاك الشبكه الاصليه فيها 6 سياخ، حطيتهم عندي. هذه الشبكه الاصليه ده 1 2 3 4
خمسة ست سياخ. أنا عايز إضافة قد إيه؟ أدا واحد سيب دي، أدا واحد سيب دي، أدا واحد سيب دي. شبكة ونص. لو شبكة كاملة بقول عليها ماله. كل مسافة بحط فيها سيخ. كل متر فيه ثلاثة، بس أنا بقيسها على الشبكة الأصلية عشان ما أقعدش أقيس كل شوية. فاهمني؟ كده أنا عملت الإيه؟ الإضافة السفلى اللي هنا، مش كان في واحد زيه هنا؟ كوب. كده انا خلصت الحديد السفلي كشبكه وكاضافه. طب نيجي للعلو، عايز فوق العمود ده، وخلي بالك الاضافه اللي فوق العمدان بيبقى قصير. ليه؟ المومنت اللي فوق العمود صغير مش كبير، هو كقيمه كبير بس كمسافه بيبقى متوزع على حته قصيره، فالاضافه اللي فوق العمود هتلاقيه غالبا 2 متر، يوم بقت معظم او 3 متر. الاضافه اللي فوق العمود هتلاقيه دايما في حدود ال 2 متر. طيب عايز احط على العمود ده ام 1 1، يعني هحط السيخ كده ولا كده؟ كده الاتجاه ده كده. بنكتب على السيخ ثلاث معلومات، كله 2. حط الضفر كده ولا لفوق؟ لتحت، لان ده ايه؟ حلو. واحط هنا دايمنشن بطول التوزيع بتاعه. نحط 2. كتبت كده معلومه اللي هو بيتوزع على طول قد ايه؟ لسه معلومتين. على اساس البقعه اللي كانت ظاهره معايا هنا. السيخ نفسه في انهي اتجاه؟ انا بتكلم دلوقتي على ام 1 1، ام 1 1 اللي هو ده. لو عايز تجيب طول السيخ نفسه قيس المسافه دي. كده اللي فوق العمود ماشي دعوه، قيس المسافه دي متر 90، فقمت عامله كام؟ مترين. ده طول السيخ نفسه. بيتوزع على طول قد ايه؟ حطيت سيخ كده في الاتجاه ده، يبقى توزيعه في انهي اتجاه؟ الاتجاه الثاني. هتلاقي طلع كام؟ 2 متر 90، قمت عامله 3 متر. يبقى في فرق ما بين طول السيخ وطول توزيعه. طول السيخ اللي هو في اتجاه المومنت بتاعه، طول توزيعه في الاتجاه العمود عليه. اللي انا كاتبه هنا ده طول توزيع السيخ. اللي انا هكتبه على السيخ نفسه ده طول السيخ. كميته قد ايه؟ 6. هو ده ما سايبش معايا لما ضربت المومنت في 2. طوله بكام؟ ب 2 متر. انا كده هعمل الحركه دي على تقريبا كل العمدان. طب لو عايز اعمل الكلام ده بالنسبه للمومنت اللي في الاتجاه الثاني اللي هو ام 2 2، خد ده كده زي ما هو، قول له روتيت، قول له كوبي، سيب الاصلي كمان. فاهم ايه الدوشه دي كده؟ فاهم ان انا هاجي احط الستة في 10 في الاتجاه ده، واخد فوق العمود ده متر ونص شمال ومتر ونص يمين، واقوم حاطط ما بين كل سيخ وسيخ سيخ، يعني بحط شبكه كمان اضافي، والحته اللي انا بحطها دي طولها 2 متر. اعمل الكلام ده في الاتجاه الافقي وفي الاتجاه الراس. خد الدوشه دي كده زي ما هي، وخدها قابع على بقيه العمده. تمام؟ اخر حاجه كنت عايز اوضحها على اللوحه دي هي السكنس. السكنس مش كان 20 سم؟ لازم توضحها على اللوحه.
اللوحة دي لو مش هتعرف تعملها يبقى أنا على الأقل عايز أطلع بحاجة إنك تعرف تقراها. يا راجل على الأقل تعرف تقراها، إن أنت عندك لما يكتب لك المنظر ده كده يبقى أنت عارف الشبكة قد إيه سفلي وعلوي. لما يحط لك المنظر ده كده وده في نص سبان يبقى الحديد اللي عندي ده ضافي سفلي. الطول اللي هو بيكتبه عليه ده طول التوزيع بتوزع على طول قد إيه؟ كميته يعني ايه شبكه يعني نص شبكه وطول السير. دول الثلاث معلومات اللي عايزك تعرفهم عن الحديد الاضافي. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ اضافي العلوي. انا كده خلصت خلاص السفلي، فبجيب الرينج بتاع ام واحد واحد يعني انا حديد يعني الحديد اللي في الاتجاهات. عرفت من هو سفلي ولا علوي منين؟ من الاشاره حاطط سالب انت بتتكلم في علم. ماشي، يبقى انا السيخ اللي هحطه هنا هيبقى في الاتجاه ده وعلو. طب طوله قد ايه؟ هتقول له درو دايمنشن لاين. طول السيخ طالما في الاتجاه ده يبقى هو ده الطول من هنا لحد هنا الحته اللي فيها البقعه. قال لك متر وستة من عشرة، فبناخدها للحاجة اللي متهدرش معايا اللي هي مترين. طيب المتر وستة من عشرة دول انت حطيت السيخ كده هفضل اوزعه على كامل السقف ولا واخد حتة قد ايه اللي مش مزيفها بس اللي هي من هنا لحد هنا مثلا؟ قال لك 2 متر 90، فقمت انا موزعه على طول قد ايه؟ طول 3 متر. عايز اعرف كميته شبكة ولا نص شبكة؟ اضرب في واحد ونص وجرب. ما نفعتش اضرب في اتنين وجرب. الشبكتين هما اللي سيفوا معايا. تمام كده؟ كده عرفت الحديد بتاع الفلات سلاب وعرفت موضوع تشيك البنش. انا مش عايز اكتر من كده، كان باقي لي نقطة قلت لك عديها بس لغاية لما اخلص. ليه انا ما خدتش المومنت اللي فوق العمود؟ يعني المومنت هنا هتلاقيه ممكن كبير جدا. اكتر من ال من 8 من 100 وشويه، اكتر من 48 من بدري. ليه انا ما خدتوش مع انه ده انصيف؟